نتحدث أكثر ميسا عن هذه التطورات في الأسواق العالمية. ينضم إلينا من عمان أحمد عزام، هو محلل أول لأسواق المال في إيكويتي. أهلا بك أحمد معنا. يعني نبدأ من ملف الطاقة، يعني والتفاعل الذي كنا شاهدناه بالنسبة لهذا الخفض الطوعي الذي فجأة نوعا ما الأسواق من قبل أوبيك بلس بمليون ومئة وستين ألف، ولكن يعني برأيك هذه القفزة في الأسعار جاءت يعني بطبيعة الحال، هذا ما توقعناه يعني من ردة فعل بالنسبة للأسواق، ولكن برأيك إلى أي مدى سوف تستمر معنا هذه الارتفاعات بالنسبة للأسعار؟ مساء الخير رندا وميس. نعم بكل تأكيد لو اطلعنا على قرار الأوبيك بلس، قرار لم يكن مفاجئ بسبب التصريحات الأخيرة في الفترة الأخيرة جراء عمليات انخفاض أسعار النفط. بكل تأكيد قرار طوعي أو قرار طوعي بالنسبة لتخفيض إنتاج النفط مليون ومئة وستين ألف برميل يوميا، سوف يتم تخفيضهم بداية شهر مي حتى نهاية العام، 500 ألف برميل يوميا من روسيا أيضا سوف يتم تمديدهم من مي حتى نهاية العام، فبكل تأكيد رقم يعتبر جيد نوعا ما بالنسبة للتخفيض لأسعار النفط. لو اطلعنا أيضا على افتتاحيات اقتصاد الصين، فبكل تأكيد الصين يعتبر الأكبر مستورد بالنسبة لخام، فبكل تأكيد سوف يكون طلب أكبر. فهنا السؤال الذي سوف يطرح نفسه، هل سوف يستطيع أوبيك بلس أن تتجاوب مع انفتاحات اقتصاد الصين وتلبية حاجة أو الطلب العالمي للنفط؟ فبكل تأكيد قد تميل إمكانية تغيير السياسة مع بداية عام 2024 مع تمرير الصين للطلب العالمي بشكل أكبر بالنسبة للنفط. لو طلعنا على أسعار النفط فقلت أكيد أرقام 80 دولار أو لخام غرب تكساس تحديدا ثبات التداولات أعلاها قد يفتح المجالات لميل إيجابي في الفترة القادمة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا رندا بكل تأكيد ارتفاع أسعار النفط قد يفتتح المخاوف بشكل أكبر لارتفاعات أسعار التضخم أو ارتفاع أرقام التضخم، ضغوط تضخمية أكبر في الفترة القادمة جراء ارتفاعات النفط قد يميل لها العناوين الرئيسية في الفترة القادمة لو مالت أسعار النفط إلى الارتفاع. وهذا الأبرز يعني أحمد الآن مع ارتفاع مستويات التضخم بفعل أسعار النفط، يعني يبدو بأنه مسار التوقعات بدأ يتغير فيما يتعلق بالاجتماع القادم للفيدرالي اليوم، إلى أي مدى ستصبح عملية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر أكبر لاحتواء التضخم هذه المرة بشكل مختلف؟ نعم لو اطلعنا إلى أرقام التضخم في الفترة الأخيرة، نعم قد سجلت انخفاضات، لكن الجدير بالذكر هنا أن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لا تزال مرتفعة جدا، على ما أعتقد أن إمكانية رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس مرة أخرى في اجتماع شهر مايو من قبل الفيدرالي الأمريكي واضحة. حتى كانت تقارير قد تحدثت في الأسبوع الماضي أن جيرام باول كان قد أكد على إمكانية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. أيضا لو اطلعنا على الدوت بلوت أو المنحنى النقطي، بكل تأكيد المنحنى النقطي قد يعطي إمكانية التيرمينال ريت أو أسعار الفائدة النهائية برفع فائدة 25 نقطة أساس. لحتى الآن 25 نقطة أساس في ظل الأزمة المصرفية نعم ممكنة ومطروحة على طاولة الفيدرالي الأمريكي، لكن لو سجلت أرقام التضخم إعادة اشتعالها مرة أخرى لما لا أن نسمع إعادة فتح ملف حدة رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر؟ هنا أقصد طبعا رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وصول التيرمينال الريت أو سعر الفائدة النهائي بشكل أكبر من 5% أو حتى 5.25% في الفترة القادمة، فكل ذلك على ما أعتقد مرهون بقراءات التضخم القادمة، وعلى ما أعتقد يوم الجمعة أيضا تقرير الوظائف سوف يكون مهم جدا ميساء. نعم يعني وكنا راقبنا كذلك أحمد خلال الفترة الماضية حركة المؤشرات الأمريكية فعليا، يعني الملفت كان ناسداك الذي دخل في سوق صاعد يعني بدعم من ارتفاعات القوية التي شاهدناها على أسهم التكنولوجيا، ولكن يعني في المقابل شاهدنا بعض التقلبات على مدار الفترة الماضية تحديدا يعني التي خللت شهر مارس في ظل المخاوف المتعلقة بالأزمة المصرفية. الآن ربما تحدثنا عن توجهات تحديدا بعد انتهائنا من الربع الأول من 2023. نعم المؤشرات كانت انهت الربع الاول بشكل ايجابي، طبعا لكل مؤشر حاله مغايره عن المؤشر الاخر. ناسداك على سبيل المثال مؤشر
تقريبا يتحرك مع أسعار الفائدة، يميل إلى عمليات رفع أسعار الفائدة. فكنا قد شهدنا أنه هو أكثر المسجلين ارتفاعات بين المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرائدة. بكل تأكيد مؤشر الناسداك أيضا كان قد توجه مع أسهم التكنولوجيا في الفترة الماضية. بكل تأكيد عندما نتجه بموضوع تريندينج الذكاء الاصطناعي أقصد هنا، بكل تأكيد تتجه الأسهم إلى ارتفاعات بشكل أكبر. انفيديا على سبيل المثال كانت أكبر المرتفعين أو مسجلين ارتفاعات في الربع الأول 90%. S&P 500 كانت قد سجل ارتفاعات في الربع الأول بمقدار 6%. بكل تأكيد عند النظر إليه فالقيمة السوقية للشركات الكبرى الميجا كومبانيز كانت قد سجلت 1.8 تريليون دولار في الربع الأول، لكن الشركات الصغيرة القيمة كانت قد سجلت انخفاضات في القيمة السوقية. فبالتالي S&P 500 ما حمله هو الشركات الكبرى. داو جونز على سبيل المثال أيضا كان قد سجل أداء متباين في الكوارتر الأول أو في الربع الأول نظرا لأنه مؤشر تصنيعي في ظل الطلب العالمي المنخفض في الفترة الماضية. عدم اليقين على الاقتصادات العالمية كانت قد أثرت على المؤشر أو تداولات مؤشر في الربع الأول، لكن لو اطلعنا على الربع الثاني بالنسبة للمؤشر فإمكانية تداولاته بشكل إيجابي واردة جدا مع استمرارية تداولاته أعلى مستويات 33800 بالنسبة لمؤشر الداو جونز في الفترة القادمة. طيب بالنسبة لمنطقة اليورو يعني أحمد، أيضا المستويات التضخم يعني هبطت بشكل جيد ل 6.9%، لكن اليوم إلى أي مدى البيانات ممكن تغير من مسار توجه البنك المركزي، خصوصا أنه عملية التشديد دائما ملتزمة فيها يعني كريستين لاغارد وهذا ما صرحت به مؤخرا، هل سنرى تغيير بالتوجهات بعد هذا المستوى من التضخم؟ نعم، أرقام التضخم الرئيسية مؤشر أسعار المستهلكين سجل انخفاضات جيدة، لكن المؤشر الأساسي لا يزال مستوياته مرتفعة حوالي تقريبا 5.9%، فبالتالي الرقم مرتفع جدا. لو نظرنا إلى الاجتماع الأخير لبنك أوروبا، كريستين لاغارد كانت أول بنك أوروبي أو كريستين لاغارد كانت أول رئيسة بنك أوروبي قد اجتمعت بعد الأزمة المصرفية. ذكرت بأن الأزمة المصرفية تعاملاتها غير تعاملات السياسة النقدية، فبكل تأكيد كبح جماح التضخم يحتاج استمرار رفع أسعار الفائدة بالنسبة لبنك المركزي الأوروبي. لو اطلعنا أيضا حتى على البيان الأخير، البيان الأخير لم يلمح إلى عمليات رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة. فعند النظر إلى الأرقام أميل إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بخمسين نقطة أساس. استمرارية تجديد وتيرة رفع أسعار الفائدة بالنسبة لبنك أوروبا على ما أعتقد مستمرة. نائب بنك مركزي الأوروبي في نهاية الأسبوع الماضي كان قد ذكر بأن التضخم الأساسي هو الأهم بالنسبة لبنك أوروبا، وبكل تأكيد الرقم 5.9% فعلى ما أعتقد رقم مرتفع يحتاج المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة بالنسبة لبنك أوروبا. نعم، نشكرك أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في إكويتي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.